تعال نقول لك ازاي تروح بورسعيد يوم صدرات بقى لي 200 جنيه بس. يلا بينا يلا بينا. هنحاول نلف محافظات مصر كلها ب 200 جنيه واول محافظه احنا هنروحها هي بورسعيد. هنروح بورسعيد ونلف فيها اقل من 200 جنيه. وعلى فكره بورسعيد صغيره جدا جدا وكمان تنفع ان انت تروح تتفسح فيها. اول حاجه هتروح رمسيس وتركب عربيه بيجو 7 راكب ودي هتبقى سعرها 75 جنيه وتاخد الطريق والطريق هياخد معاك 3 ساعات بالظبط. بص بقى تسمع اغاني وهتنام وصاحبك هيغفلك يعني بصوا حاجه اخر قله ادب يعني. وروحنا بورسعيد وهنلفها بقى كلها باقل من 200 جنيه مع اللوجو بتاعنا الجديد. قول لنا رايك فيه. طبعا بورسعيد فاضيه خالص، هي مش فاضيه، هي رايقه جدا جدا ونظيفه جدا جدا. وهتحس كمان ان الشوارع كده نظيفه كده والبيوت كده طراز كده ايطالي او فرنساوي حاجه كده يعني سباتيكه كده خالص خالص يعني. ولو انت اصلا ماشي هتبص على التكوسه، تعال تعال التكوسه، اي تاكسي هنا اكبر اجره فيه ب 15 جنيه يعني انت ممكن تلف في بورسعيد كلها 15 جنيه بس يعني. واول حاجه هتروحها هي حديقه فريال. حديقه فريال هي احسن حديقه هناك والحدائق كلها مجانا وممكن كمان تتصور كمان هناك صور حلوه جدا جدا وببلاش. ادخل واستمتع واعمل اللي انت عايزه ببلاش. مش ده اللي طلع في ابو العربي؟ يلا اللي قدامك ده هو الوحيد اللي في الحرب وبشهاده الاعداء اللي اطلقوا عليه اسم فالنتينو السينا. بقول لك ايه، قول هنروح فين دلوقتي كده؟ دلوقتي هنروح بقى ايه، المعديه. هنركب بقى المعديه بقى عصافير بقى سيو 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 بقى في كل مكان، سيو 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 في كل سيو مكان سيو بقى فاهمني. ونروح ايه بقى دلوقتي بور فؤاد بقى. يلا بينا. هتمشي بقى ايه في الميناء السياحي. الميناء السياحي ده بقى انت شايف البحر كله قدامك واستمتع كده بقى بالبحر بقى يا باشا كده وريحه البحر كده. ويا بقى لو ايه سفينه بقى كده كبيره بقى اللي بتنقل البضاعه دي بقى عدت قدامك، يا بقى على الحلاوه والجمال والطعام. واحنا ماشيين في طريقنا للمعديه لقينا اليافطه دي. لقينا ايه بقى؟ مشروع اول مول في مصر والتاني في العالم. يعني ده تاني مول اتعمل في العالم. عمار يا مصر، عمار يا مصر. دي المفروض بقى اللي بتنقل العربيات. هتلاقي الناس بقى كلها دي بقى كلها بقى ناس ده بقى دلوقتي فاهمني بالعربيات بقى وكده بقى. وبعد كده احنا نركب. احنا بقى هتستنى بقى لما الناس دي كلها تنزل والعربيات بقى كلها تنزل وكده وهتدخل بقى بسرعه على العباره دي. وروح بقى ايه اخر حته في العباره علشان تاكل اللي هو انا مش عارف ايه ده، عصافير دي ولا حمام ولا ايه، بس على فكره المنظر حلو جدا جدا جدا. الناس كده معاها كده العيش وبترميه كده على العصافير دي، او انا مش عارف ايه ده اصلا، هو يعني بطريق شويه على عصفور على بط على حاجات غريبه كده يعني. هدوء البحر كده وانت بتتفرج كده عليه كده وبتسرح كده فيه، الموضوع يستاهل وحلو جدا جدا. هتعدي بقى الناحية التانية وهتبقى انت كده في بور فؤاد. بور فؤاد نظيفة جدا جدا. وبصوا انا مش عارف بصراحة النظافة دي كلها جت منين اصلا. واللي انا اكتشفته كمان ان بور فؤاد دي في اسيا، ففكرة ان انت اصلا انت عديت بس كده اللي هو بتاع قناة السويس بس وبقيت في اسيا، فانت دلوقتي كده في اسيا اصلا. دلوقتي احنا ركبنا المعدية علشان دلوقتي هنروح جبال الملح. دي بقى ايه؟ جبال ملح. ملح حقيقي يا جدعان على فكره، بصوا ملح حقيقي هو عامل زي التلج شويه بس جامد قوي قوي كده. احنا ايه بقى نتسلق الجبال. الملح بقى بتاع مصر كلها بيجي من هنا تقريبا، وش اصلا كل الملح ده اصلا بيروح بقى ايه لمصر كلها. يعني اي كيس ملح عندك في البيت هو جاي من هنا، واكيد بيصدروا بره مصر. انا سمعت حاجه زي كده، ولكن اي كيس ملح عندك في البيت هو جاي من هنا يا جدعان. تعالوا عايزين نروح ايه هناك بقى؟ القمه دي بقى، القمه اللي هناك دي. نطلع القمه اللي هناك. يلا. ايوه المنظر هناك حلو قوي قوي. فكره انت حاسس انت مش في ملح، انت حاسس انت في تلج كده او في جبل جامد. انا مش عارف بقى يعني ده ملح، هل ملح اصلا يتاكل ولا ايه؟ انا عايز بس جاي ادوق مثلا حاجه زي كده مثلا. بص تمام، ادوق بس كده ملح قوي. هتتصور لك هناك صور حلوه جدا جدا. وهناك بصراحه المكان جامد قوي قوي قوي. الملاحات او جبال الملح من الاماكن اللي كان نفسي من زمان جدا جدا ان انا ازورها او اروحها او اكتشفها. وعلى فكره ما ندمتش خالص ان انا زرتها، حاجه من احسن الحاجات اللي زرتها في بورسعيد وزرتها في حياتي. وهنا في البيوت بقى بتاعت بورسعيد كلها هتلاقي بقى ايه بيشجعوا المصري البورسعيدي. مفيش بقى هنا ولا اهلي ولا زمالك ولا اي حاجه خالص، او لو لقيت اهلي وزمالك هيبقى ايه من القليله فقط يعني. ولو انت مشجع اهلي وزمالك اياك تقول انك انت مشجع اهلاوي وزملكاوي. اوعى. انا بس لمحت. والله عارفين بنفل. احنا لمحنا بس للسواق بس بتاع التاكسي اللي احنا يعني ممكن في يوم من الايام ممكن في يوم من الايام نشجع في الاهلي ممكن. بص لنا بص احنا خوفنا اصلا، فما حدش يجي هنا يقول ايه اهلي وزمالك خالص. بص اوعى اجيب سيره فيلم ابو العربي.
قوي. هتتمشى بقى شويه في بور فؤاد اللي هي فاضيه جدا ونظيفه جدا، ويعني حرفيا هي نظيفه لدرجه نظيفه فعلا. هتاخد بقى اي تاكسي اللي انا قايل لك عليه اللي هو اي تاكسي في اي حته من اي مكان ب 15 جنيه اكبر اجره فيه، وهتروح على سوق السمك. سوق السمك هناك كل انواع السمك اللي ممكن تتخيلها واللي ممكن ما تتخيلهاش، وبسعر رخيص جدا جدا. ما ينفعش تروح بورسعيد من غير ما تاكل سمك بورسعيد. بعد ما بتروح بقى تجيب بقى الاكل بقى وتجيب بقى السمك وكده، يعني بتروح بقى عند اي حد بيشوي من هنا كده وبتقول له شوي لي بقى الاكل بقى وكده. يعني افتح لي كده يا زميلي كده وريني بقى يا زميلي. يا زميلي على الجمبري. طب وده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ولا مع رز بقى وايه؟ طحينه وعيش وكده. كل ده على فكره مش متكلف يعني 150 جنيه اصلا. احنا طبعا انا وصاحبي طبعا الاكل ده يكفي اثنين، فاقسم بقى الاثنين هتلاقي نفسك انت صارف في الواحد 75 جنيه وهتاكل لحد ما تشبع. شايف انا الجمبري يلا ولا جينا بقى اكلنا السمك وايه؟ خلصنا الدنيا خالص، فاضل بقى ايه؟ التحليه. فمحمود بيقول لي طب لنا 2 كاساته من سلسبيله يبقى كده اتعشش دوت. فجينا سلسبيله عشان نجرب الكاساته، والكاساته عامله 10 جنيه وتعالوا نجيبها ونشوف طعمها عامل ازاي والشكل عامل ازاي والكلام ده كله. يلا بينا. سلسبيله في فرع واحد بس في بورسعيد. ده بيبقى شكلها احنا مش عارفين اصلا عباره عن ايه. انا شايف الوان كده وحاجات. نفتحوها كده. ولا ما عرفناش نحدد ايه ده بالظبط، بس هو حاجات كتيره، زبده على ايس كريم، على حاجات كتيره جدا جدا لازم تجربها يعجبك. بورسعيد اصلا مليانه لبس نضيف جدا جدا ومستورد وسعره رخيص جدا جدا، فابقى بص كده بصه كده على اللبس هناك يمكن يعجبك وتشتري هناك كده قبل ما ترجع. تخلص يومك وبعد ما شربت وكلت كل حاجه هتقوم حاجز سوبر جيت وكان سعره 60 جنيه علشان ترجع تاني لرمسيس. بورسعيد من الاماكن النضيفه جدا جدا والحلوه جدا، واستمتعت جدا جدا اني موجود النهارده في بورسعيد. وبس كده دي كانت نهايه الفيديو. احنا كده عرفناكم ازاي تاكلوا وتشربوا وتتفسحوا في بورسعيد اقل من 200 جنيه. اكتبوا لنا في الكومنتس تحت ايه الاماكن الثانيه اللي احنا ما رحناهاش في بورسعيد، واكتبوا لنا برده تحت في الكومنت ايه الاماكن اللي انتوا عايزين نعملها في الفيديوهات اللي جايه، نروح فين ونعمل ايه وكده يعني. وكالعاده دوسا كوتش. سلام سلام.